حياكم الله سادة المشاهدين وصباحكم الله بالخير. حلقة جديدة تأتيكم من السومرية وإذا سومر أفهم برنامج ناس وناس يجوب شوارع وطرقات العاصمة الحبيبة بغداد وبقية المحافظات. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد إن شاء الله على جميع العراقيين، يدوم علينا الأمن والأمان والصحة والعافية. اليوم حلقتنا راح تكون في مدينة ألعاب السندباد ضمن سلسلة حلقات عيد الأضحى المبارك اللي دابنا أنه نلتقي بها مع العوائل العراقية، مع الأطفال المتواجدين هنا، الشباب، أيضا بقية فئات المجتمع العراقي اللي متواجدين في مدينة ألعاب السندباد. وبالتالي اليوم راح نلتقي ويا المواطنين، قدم لهم التهاني، نشوفهم المن راح يقدمون التهاني، شوف شلونهم ويا أيام العيد الأضحى المبارك، خصوصا هم يتمتعون بعطلة كانت قد أقرتها الحكومة لسبعة أيام، وبالتالي نحن نعيش هذه الأجواء، أجواء العطلة، أجواء المرح بالنسبة للعوائل العراقية، أجواء الاستراحة ما بعد سنة دراسية طويلة. وبالتالي راح يكون لقاءنا هنا ضمن سلسلة حلقات برنامج ناس وناس اللي راح نتواصل بها وإياكم ضمن هذه الساعة التلفزيونية ضمن برنامج ناس وناس. قبل ما نباشر بحلقتنا، الله يكون بعون الناس اللي عندها مشاكل بجهاز تنفسي وبالتالي الغبار يأثر عليها. اليوم الأجواء جيدة نوعا ما، وبالتالي راح نلتقي ويا المواطنين اللي موجودين هنا، سواء كان على مستوى العوائل العراقية اللي متواجدة هنا، الأمهات، الأطفال، الشيب، الشباب، وكل فئات المجتمع اللي أخذت على عاتقها أن تنفع عن نفسها وأيضا ترفه عن أطفالها وعوائلها من خلال حلقات البرنامج أو من خلال مشاركتهم بمدن الألعاب اللي اليوم احنا وياكم ضمن برنامج ناس وناس موجودين في هذه الحلقات. أيضا راح نتواصل ضمن فترة أيام عيد الأضحى المبارك، راح نسأل المواطنين عن العادات والتقاليد اللي ممكن أنه من خلال عيد الأضحى المبارك يمارسوها. اليوم تواجد العوائل بصورة عامة بمختلف الأعمار والفئات هي لي واحدة من مناطق ترفيهية بالنسبة لي العاصمة الحبيبة بغداد. نعرف أنه أغلب العوائل في أوقات العطل وأوقات المناسبات تكون عندهم سفرات خارجية، يسافرون إلى شمالنا الحبيب أو إلى جنوبنا، وبالتالي يكون لهم تنسيق ما بينهم، وبالتالي يكون لهم تواجد سواء كانت على مستوى المناطق الخضراء او الساحات الخضراء او مدن الالعاب المتنزهه. السلام عليكم. السلام غاتي. شلون الصحه؟ غاتي السلام. العام انتم بخير؟ انتم بخير معايدين ان شاء الله. صحه وعافيه. عيد سلمك سلمك الجميع ان شاء الله. سلمك حبيبي. شلون هالعطله؟ شلون هالاجازه؟ والله ورده ان شاء الله. اجازه حلوه. اجازه حلوه. وين رحت في العيد؟ تعليمي شوي هنا. والله صاحب ستاركس يعني. صاحب ستاركس، سائق سياره. سائق سياره من صلاح الدين قضاء بلد. اها. اي نعم. منين اجوا الضيوف؟ وين قدرت تنقلهم؟ والله هم اول شيء راحوا للكاظميه. هذم يعني شغلات اخذوها وهذا، وبعدين جون مدينه سلمك. من منطقه اخذت العوائل؟ من نفس بلد. من نفس قضاء بلد. نفس قضاء بلد. جاتنا القضاء بلد. اسلمك حبيبي. جنابك من قضاء بلد؟ نعم قضاء بلد. اسلمك حبيبي. شلون قضاء بلد؟ والله بيكم تنور ان شاء الله. الله يحفظك. ان شاء الله زياره هناك. ان شاء الله. سولف لنا الوضع الامني شلون هناك؟ الوضع الامني وكل شيء ماكو الحمد لله. لا وضع ما كل شيء ماكو الحمد لله والشكر. احنا هم عندنا هناك سياحه، هم صار عندنا سياحه تدري. السياحه الدينيه عندكم شغاله؟ السياحه الدينيه وعندنا هم يجون البساتين تدري، البساتين معروفه بالعنب، والبساتين يعني يجون سله العراق الغذائيه بالعنب. نعم في بلد. اسالك كم سؤال، زرت الاهل وبعدك لي حد هسه بس بالشغل؟ لا لا زرتهم. زرتهم؟ اي زرتهم. من اول ناس خصيتهم بالزياره؟ والله هي الوالده. الوالده؟ نعم. وبعد الوالده؟ والله رحت عن بيت سابتك؟ بيت اخوي. لا والله بس سابتي ما رحت. ما رحت بعد؟ ما رحت. لا لا زين. سولف لي من هو عندكم يسوي كليتشه بالبيت؟ كليتشه؟ والله هي الوالده. هي الوالده هي يعني مو هي اختصاصها، بس عندنا رضيتي تسوي كليتشه. نفسها طيبه بالاكل؟ نفس الوالده. نفس الوالده؟ نعم نفس الوالده. الله يسلمك حبيبي. شنو اكثر نوع تحبه بالكليتشه؟ كليتشه؟ الكليتشه هي اطيب شيء بالتمر. بالتمر؟ هي القديمه. سبحان الله. شوف انا ايش قد التقي ويا ناس، كل يوم ويا عندي لقاءات ويا مواطنين. غالبا كليتشه ام التمر وكليتشه ام الحلقوم. نعم صح. سولف لي اجواء العيد بالعيديات، بعدها موجوده عندكم قضاء بلد؟ اي نعم اعتيادي اول ما راحوا اكثر العالم راح تزور الامام السيد محمد بن علي هادي عليه السلام. طبعا. بالنسبه أي. للاطفال هم تعطوهم عيديات؟ والله اعطيهم الجهل حد ما اعطيتهم. بعد ما صحيح خلصك اليوم فضحتك فضيحه اي بعد وهم يعني كل ما هذا انت صاحب شغل يعني رحت لكربلاء
وجيت يعني ما بقيت يعني ليله واحده وجيت ورديت يعني هم جيت لبغداد واليوم جيت لبغداد. شرفنا انت. سلمك حبيبي. بيوتنا لك مفتوحه لك وزوار بلد ان شاء الله حبيبي. ونتشرف بكم ان شاء الله. غاتي يرحم الله يكثر بك حبيبي. سلمك حبيبي. شرفتنا الله يحفظك. وكل عام وانتم بألف خير مره ثانيه لجميع عوائلنا العراقيه اللي متواجده هنا واللي ايضا القادمه من بقيه محافظات عراقنا العزيز. في ايام العطل والمناسبات يكون للعيد طعم اخر ممكن انه لجميع فئات المجتمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة. الله حبيبي. كل عام وانتم بخير. وانتم بصحة وسلامة وخير ان شاء الله. ربي يحفظ لك الاهل. يبارك فيك. من يا منطقة قادت؟ من صلاح الدين. من صلاح الدين. من صلاح الدين. اليوم ما شاء الله اهالي بلد وصلاح الدين منورينا. اي والله نوركم ان شاء الله دائما. شلونكم؟ والله بخير الحمد لله. شلونها صلاح الدين بصورة عامة؟ والله حاليا الوضع مستقر وامن وامان مثل ما نقول. من يا منطقة بصلاح الدين؟ انا بالتحديد من تكريت جاي. من تكريت؟ من تكريت. والله والنعم من اهل التكريت. عجل يابا سولف لنا شنو عاداتكم وتقاليدكم هناك بصلاح الدين؟ والله هو اول يوم العيد تدري الكل تطلع تعايد اول شيء تبلش بالجوارين. صح. تعايد الجوارين وراها تدري التزامات العائلية. اول يوم لازم يم الكباريه. اول يوم محسوم. ثاني يوم عادين نطلع العوائل نفرهم. اي والله. شلون الطريق من صلاح الدين لحد بغداد؟ ما كان شويه ازدحامات لو فارغ؟ لا لا فارغ الحمد لله. زين زين. تسهيلات بالسيطرات؟ كلش مسهله الامور. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. هو ما الطريق وعر او بيطسات؟ هو شيء اكيد مدخل بغداد يعني متعب الى درجه وهذا طبعا معضله ولا راح ينحل. اكيد طبعا. صعب على محافظه بغداد انه يكون هيك مدخل. هو هاي المشكله اللي موجوده. بدي اسالك من ضمن العادات والتقاليد اللي موجوده باغلب العوائل العراقيه، خلينا نشوف بمحافظه صلاح الدين بعدها موجوده موضوع الريوق الصباحي شلون راح يكون؟ شيء اكيد ضروري ريوق. شنو؟ جيمر وكاهي هذني الثوابت ما بيها مجال. زين يسار الجيمر يمكم الكيلو؟ هذا العيد 40 40 كيلو. اي مو بس يمنا حتى بالبقية تدري يعني موسم. صح. ولازم يصعد وراها. لا راح ينزل راح ينزل الكيلو يصير للنصف 20. سولف لي حجيتكم الله يحفظها اذا كانت موجوده او ام البيت في موجوده منو سوى لكم كليتش هسه؟ شيء اكيد والله الحجيه. الحجيه اي والله. شنو اكثر نوع تحبه بالكليتش؟ والله انا بالنسبه لي ام السمسم. ام السمسم. شلون تميزها من بقيه الانواع؟ نعرف فيها غالبا تكون مقفوله يعني. هي هاي التشكيله مالتها اللي تصير نصف دائريه. نصف دائريه. انتم حافظيها؟ حافظيها يعني ما تجون تعضوها وشو غيرها ماكو. هي مثبته. انا اشكرك شرفنا بيك. أيوة. وكل الهلا بكم واهالي صلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. صحة وعافية. شعب العراق بألف خير. الله يسلمك. من يا منطقه جاي من يا محافظه؟ انا من مدينه الصدر. من مدينه الصدر؟ اي نعم. والله نعم. مدينه الصدر بقطاعاته. والله زين الحال ان شاء الله. اجواء العيد دائما تكون مدينه الصدر بقيه المناطق شرق القناه تكون اجواء حلوه لطيفه على اعتبار انه اغلب البيوتات ناس تعرف ناس. والله هي العالم انا اقول لك متجمعه وفرحانه بالعيد وناس مكيفه بالعيد. كيفه؟ اي طبعا هي بس هاي عندها بس المناسبه هاي مال العيد ما عندهم غير شيء. بقيت اليوم كله شغل خطيه. كله شغل. اريد اسالك شلون سعر الجيمر يومكم؟ والله ربع بخمسة. ربع بخمسة يعني كيلو بعشرين. كيلو بعشرين. زين. عجب شو يومكم رخيص. خطايا الله بصلاح الدين بأربعين. يجينا من غير مناطق. من والله من غير مناطق. ما قبل مدينة حاليا. صح. اي مو ثقب. أرد أسألك شنو طقوسكم وعاداتكم بأول يوم العيد دائما؟ والله قبل العيد أنا أقول لك بيوم العالم نسوي كليجة. وتعرف هاي متحضرة للعيد العالم هذه ملابس و وترتيبات مال العيد العالم ترتب بالبيوت. واضح هذا. زين وتعرف الحلاق شلونك وياه؟ والله الحلاق هذا بعد يومه. كم ساعة ظليت تنتظر سراك بالحلاق؟ والله انا اقول لك احجز يلا روح. تحجز؟ اي عندنا جماعة اصدقائنا نروح نحجز يمه اقول لك فساعتين يلا جيك هو يخابرني اروح له. تروح تلقى مكانك فارغ؟ لا ما القى هم قدام اثنين ثلاثة والله عاد احجز بعد فما اطلب. عم اللهم لا حسد الحلاقين موضوعهم ثاني. الحمد لله. سولف لي موضوع الكليتشة من عند من تاكلها؟ والله من يد الحجية. من يد الحجية. ان شاء الله. ام الجهال زوجتك الله يخليها شلون نفسها بالكليتشة لو الحجية اطيب؟ والله الحجية اطيب. الحجية اطيب. اي لان هي الوالدة تكون شوي نفسها اطيب. النسوان الكبار بالعمر لهم نفس بالاكل عندهم خبره ايضا. اي طبعا خبره والحجيات ان الكبار بعد ان الخير والبركه. طبعا ربي يحفظهم ان شاء الله. يا نوع من انواع الكليتش تحب؟ والله حاليا هنا ام السمسم. اي طبعا. شلون تعرف؟ والله هي الحجيه كان تسوي لنا مؤتمر قبل. زين. فصارت شلون يعني
انقرضت ام التمر، سويت لها تحديد شويه تحديد. شلون تميزها ام السمسم؟ هو فوقها يصير فوقها السمسم، فوقها مبين اي وبطنها يعني مبينه هاي السمسم. هاي حجيتكم مغششتكم، احنا حجيتنا ما سويها هيك. لا مبينه، لان اذا فوقها سمسم يعني بطنها سمسم. اي نعم. واذا ام الجوز يخلون فوقها جوز؟ لا هاي ما تبين. اي ما تبين. اي توحظك بعد. انا اشكرك حبيبي، كل عام وانتم بخير، تحياتنا لكل الاهل ربي يحفظهم. للعيد طقوس وفرحة كبيرة، واللي دائما احنا نشوفها عند العراقيين، واللي نشوفها اكثر الاحيان ما بين الاهل والناس، واللي يفرح العيد ويكمل فرحته هو وجود العادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها، الكليتشة العيدية، كعك العيد، الكاهي والقمر الصبح، ما ينوصف على العالم. السلام عليكم، شلون الصحة؟ كل عام بخير. كل عام بخير. صحة وعافية. صحة وعافية حبيبي. أتمنى لكم الموفقية. من خلال السومري المان توجهون التهاني والتبريكات بالعيد. والله التهاني للشعب العراقي، عيد مبارك، كل عام بخير، كل سنة بألف ألف خير. يا رب يحفظهم إن شاء الله ويحفظنا إن شاء الله. جنابك من يا منطقة؟ أنا من المدينة. من المدينة. حياتنا لهال مدينة الصدر. سولف لي على العادات والتقاليد. ياهو عندك أهم، الريوق ولا الكليتشة؟ شي اعتياد الريوق. كاهو جيمر؟ يعني مو كاهو جيمر، احنا تقاليدنا فيها هذو. صح. اي ليش دائما تكون كل عيد اكو كليتشه؟ سويتوا كليتشه لو بعد؟ لا والله ما مسوين احنا. احنا كرات. اي هاي تختلف عندكم الكليتشه؟ معلومه جديده تطيني. احنا طولنا الباكه. الباكه والسمك. الباكه والسمك. مشهورين بالكباب هماتي. بالكباب اكيد طبعا. كباب الشمال ما ينوصف. اي بالضبط. كلكم موفقين. احنا نعتذر يا دوب تلحق. الله يسلمك. معلومة جديدة انه الكرات دائما او مناطق الشمالية دائما يكون عندهم الكباب. السلام عليكم، شلون الصحة؟ انت بخير ان شاء الله. صحة وعافية. صحة والسلامة ان شاء الله. من خلال السومري لمن توجه التهاني؟ تهاني للشعب العراقي وبكل طوافه، ونعود كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة ان شاء الله وتحقيق الامانة، وعود علينا بالامن والامان ان شاء الله. عاد اسألك، من يا منطقة انت جنابك؟ انا ناب بغداد مدينة الصدر. مدينة الصدر. حياتنا لاهالي مدينة الصدر، هاي ثالث عائلة اليوم عندنا. الله يسلمك. الله. شلون مدينة الصدر اليوم؟ والله مدينة الصدر زينة الحمد لله، نعمة ناس اهلها. نعم. اريد اسألك، شنو عاداتكم وتقاليدكم مدينة الصدر؟ بالعيد. يعني عاداتنا المعروف عنها، نطلع نسلم على أهلنا وجارنا والأصدقاء، يعني وشاي الغيظ على صديق ناخذه نصالحه. حلو. إيه. حلو. هاي أحلى فقرة سمعتها طبعًا من عندك أول واحد تسولف لي عنها، يعني إذا كان واحد متزعل ويا الثاني تروحون نصالحه. إيه أكيد أكيد. يبدأ الموضوع يرجع طبيعي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هي يعني أحلى شيء بالمناطق الشعبية. أكيد. أنا أحبها كل شوي. ماك أحلى. أريد أسألك موضوع الكليتشة من يد الحجية، كلتها لو بعد؟ والله انا الحجي عندي متوفي الحمد لله، الله يرحمه ويتاك، بس موجودين اهلنا يسوون الكليتشه، اي هم على تقاليدنا. اكيد اكيد. شو تحبنا الكليتشه يا نوع من عندها؟ احنا كلهم طيبات، ما نقدر نحدد، لا يقومون علينا استر علينا. احنا كلهم طيبات. بالتمر بالها. جنابك متزوج مو؟ ايه. وديت الجماعه لعيالهم واستقبلت خواتك بالبيت؟ اكيد هاي ماشي. يعني لازم يسكسون تبادل اسئله. ايه لازم، انت تدري بيها تعرفها قد ايش. اي والله نعرف بيها. زين، موضوع العيديات، نعرف احنا لما كنا بالعمر الصغير انه كنا العيديه لما نستلمها عندنا هو بدا العيد من عندها. صح؟ اي صح. هسه الاطفال كم علمهم انه تعطيهم عيديات؟ اي اكيد، يعني هو قلت لك احنا ما شلون سنين هاي؟ هو تقاليدنا هيك. شفنا ابهاتنا من يطولنا احنا قمنا صارت عندنا اطفال هم نطيهم، واللي يجي ابن الاخو والجار والصديق هم من يشوف ابنه هم يطيه. شايف الصبح لما نقعد لك الجاهل. ايامك سعيده. كل عام وانت بخير. ايامك سعيده. شرفنا بك حبيبي، وكل عام وانت بخير، صحه وعافيه ان شاء الله. موضوع العيديه والعيد بالنسبه لي الطفل يكون دائما مقدس بالنسبه لهم، واغلب العوائل واغلب الاطفال انه يبدي العيد عندهم من لحظة استلامهم للعيدية، وبعدها عودين الله كريم نتفق على الباقي. السلام عليكم، شلون الصحة؟ تمام. كل عام وانت بخير. وانت بين بخير. صحة وعافية. شنو اسمك؟ عباس أحمد. عباس. اي عباس، شلون العيد اليوم؟ حلو. حلو؟ اي عايدة الأهل لو بعدك؟ عايدتهم. عايدتهم. زي ما دام عايدتهم، منو نطاك عيدية؟ أبوي. ايش قد نطاك؟ خمسة. خمسة، وبعد منو نطاك؟ عندك عمامي. عمامك، ايش قد نطاك؟ عمي الطاني 3000. عافية، خوش عيديات. اي زين، سالف لي ماما سوت لنا كليتشه ولا لا؟ ولا ما سوت. ما سويت كليتشه. بس سوت دولمه.
سوى دولمة. اي يلا هم طيب الدولمة. اي يلا طيب الدولمة لو كليتشة. والله الثنين. الثنين؟ شو تحب من الكليتشة يا نوع من عندهم؟ الحلقوم كلش طيبين. اي خلاص سوينا ام الحلقوم. اتمنى لكم حياة لطيفة وكل عام وانتم بخير. الله يسلم. اغلب العوائل بفترة ايام العياد تكون انه الاطباق الشهية هي من ضمن اولوياتها، واغلبهم انه نشوفهم يتوجهون الى الاطباق الدولمه المشهوره عند العراقيين، وايضا الكليتشه اللي تكون هي مقدمه غالبا للخطار وايضا للاطفال. السلام عليكم، شلون الصحه؟ كل عام وانتم بخير. وانت بألف بخير. صحه وعافيه. سلامه الاهل ان شاء الله والشعب. شلون العيد وياك؟ نعمه بخير. خير وبركه. خير وبركه ان شاء الله. من وين؟ من يا منطقه؟ من مدينه الصدر. والله والنعم. والنعم منك. سولف لي على مدينه الصدر، شلون عاداتها وتقاليدها بالعيد؟ اول ما تقعد الصبح شو تسوي؟ تعاد الاصدقاء والجيران والاهل بالصحه والعافيه والسلامه. الافطار شنو تكون بالعيد دائما؟ هو الموجود. موجود. هو الموجود. مو شرط قهوه وقيمه. لا مو شرط. مو شرط. مو شرط. زين مو شرط هم كليتشه لو ضروره؟ هاي ضروره هاي الافطار. شلون هذا؟ ابوي ما يتناقشون فيها. ان شاء الله. شنو اكثر نوع تحبه بالكليتشه؟ هي التمر. التمر؟ ايه. تمر لو الحلقوم؟ اثنيناتن. اثنيناتن. اللي تفضل اكثر؟ والله الحلقوم. الحلقوم. ايه. لا لا ان شاء الله. من عندكم بالبيت يسوي كليتشه طيبه؟ وطبعا عائله. الحجي اكثر شيء؟ الحجي متوفي. الحجي متوفي. ايه. منو بعد بديله؟ ايه مرت اخوي. الله يرحم الحجي ان شاء الله ويخليكم مرت اخوك. الله يسلمك. وان شاء الله تعيش تاكل كليتشه. سلامتك الطيب. نفرح مع الوالد. من تريد تقدم التهاني من خلال السومري؟ والله تهاني الشعب العراقي باجمع. الامه العربيه كلها ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يسلمك. تحياتنا لكل العائله. الله يسلمك. للعيد طعم اخر. بكل منطقة قد تختلف العادات وتقاليد، تختلف الأطباع، يختلف الكثير من الناس اللي تتحدث عن وجبات الطعام، البعض الآخر يتحدث عن العادات والتقاليد، البعض الآخر وهو الأجمل اليوم اللي شفناه من ضمن العادات والتقاليد عند العراقيين هو تبادل الزيارات، وأيضا مصالحة الناس اللي بيناتهم مشاكل لا سمح الله أو بيناتهم ربما ضيقت خلق، وبالتالي يدأبون انه ناس الصالح ناس وناس تروح على ناس ويتبادلون بيناتهم الزيارات، ومن بعدها ينتهي موضوع انه الزعل اذا كان موجود ينتهي كل شيء. هذا الحلو عند العراقيين، بسهوله يسامحون، بسهوله ينسون، والاحلى ما بيهم انه ما يعني تفرق بيناتهم يعني المسميات او المشاكل مهما كبر حجمها، وبالتالي يبقى انه العراق لجميع العراقيين، وايضا تبقى الفرحه والابتسامه مرسومه على جميع احبتنا من الاطفال كبار السن وايضا حتى الصغار اللي موجودين هنا. تقريبا انا دخلت هسه بنص الازدحام مال وحده من الالعاب مال الاطفال. ما شاء الله اليوم الازدحام واضح، واغلب الناس اللي موجودين هنا جايين الى مدينة الألعاب، ونشوف الصورة حقيقة مفرحة هنا. خلنا نلتقي العوائل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حجينا؟ الله يسلمك. شلون الصحة؟ أيامك سعيدة حج إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. الحمد لله. الله يسلمك. هسه كبرتنا ها. يا الله. عنا الحجية. إن شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. استر علينا. استر عليك. هلا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. سولف لي أول يوم العيد وين قضيته؟ والله قضيته على القرايب من النوم والنار على الخواء. خميتهم كلياتهم؟ كلياتهم. خوش حكي. ايه. زين ثاني يوم العيد توجهت بيهم مدينة الألعاب؟ اليوم ثاني يوم العيد هنا بالألعاب. زين أنا أسألك سؤال بصراحة، أنت اللي قلت لهم امشي خلي أوديكم مدينة الألعاب، لو هم قالوا لك ودينا مدينة الألعاب؟ هم قالوا ودينا، قلت لهم يلا تفضلوا. رأسا وديتهم؟ إي. يعني ما ظلوا ساعة يتواصلون؟ لا 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 الحمد لله والشكر. لا لا. زين من عادات وتقاليد العراقيين أو العوائل البغدادية بصورة عامة أنه تكون لهم حتى بوجبات الأكل بعيد الأضحى المبارك تكون مختلفة عن بقية الأيام السنة. طبعا. شو راح تكون بريوق وشو راح تقدمون للخطار؟ عن مثل الغداء احنا نذبح ذبايح. والله نعم. اي الضحايا تعرف الضحايا. اكيد طبعا ضحية. اي الفواكه من اشكال الفواكه. تمام. موجودة. سوالف لي الكليتشة هم موجودة بالموضوع؟ نعم. شلون هي الكليتشة لا ما موجودة؟ زين واذا ما سوى لك كليتشة شلون؟ لا لا ماكو، احنا ما عندنا نسوي، لازم كل عيد نسوي. لازم. لازم ما بها مجال. زين على الطيبة يسووها؟ ها؟ طيبة؟ اي طيبة لا بدون مجامل ان شاء الله. لا والله طيبة بدين الحر. من وين انت؟ من يا منطقة؟ احنا من بغداد بحي النصر. حي النصر. انتم بعد اهل الدهن الحر؟ نعم. والله؟ اي
سولف لي نوع من الكليتش تحب. شيء انواع الكليتش عندنا احنا. اي شيء. اي شيء كليتش. اخضر احمر. ها اخضر احمر. نسحق اخضر احمر. كلش. الله يوفقك ان شاء الله. يعطيك الصحة والعافية. يا رب اجعلها ضحكة خير ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله يكون انه هذا العيد بداية لافراح العراقيين. تكون الافراح العراقيين لها بداية ليس لها نهاية وان يستمر هذه الافراح على جميع امتنا وامة شعبنا العظيم. السلام عليكم. شلونك؟ كل عام وانت بخير. بخير صحة وسلامة. صحة وعافية. عود عليكم بالخير يا رب. برنامج ناس وناس من السومرية. يا مرحبا اهلا وسهلا. من يا منطقة جرامك؟ من المدائن. من المدائن يا هلا اهالي سلمان باشا. يسلمك يسلمك الحمد لله. شلون الحياة عندكم بالعيد هناك بالمدائن؟ والله المدائن يعني هي جنة بحد ذاتها وخصوصا هسه بالآونة الأخيرة الحمد لله وتوفر بها الأمان ويعني الوضع بها تغير كل الزين. بس احنا بالنسبة لنا العراقيين شلون تقدر تقول حتى لو واحد منطقته حلوة يحب يتمنى يطلع يعني شوف هسه احنا ليش طلعنا مثل ما يقول لي جاي متعودين عليه وتريدون نشوفون غيره. اها بالضبط يعني هذا اللي شلون شفتوا هنا مدينة الألعاب حلوة؟ لا لا كل الزينة حلوة تونسين الأطفال إن شاء الله. سولف لي من عادات وتقاليد العوائل بالمدائن اهلنا بالمدائن يكون الريوق هم كاهي وجيمر؟ والله هاي العادات القديمه اي موجوده اي بعدها موجوده؟ موجوده موجوده اي موجوده. زين موضوع الكليتشه ما اعرف الحجيه هي اختفت من هاي هي هو احنا اهل الكليتشه سوت كليتشه لا لا والله انا بالنسبه للحجيه متوافيه زين والحمد لله فبس عندي البنات ان شاء الله ما قصروا يسوون كليتشه اي يسوون كليتشه كليتشتهم طيبه مثل الحجيه؟ لا لا ما تجي مثل الحجية الله يرحمها ان شاء الله وتعيش وتتذكر ان شاء الله يسلمك يسلمك ان شاء الله بهذا العيد نتذكر جميع امواتنا واكيد نضحي لهم احنا. اريد اسالك فرحه العيد تكتمل بدون عيديه للاطفال؟ لا هو اذا مو طلع تباوع عليه فرحان انت من يمك ما تفرح مو صح؟ اي والله هو هسه احنا الوجه جاي لي جاي يعني جاي انا اريد العب اكيد تلعب الاطفال اللي هو جاي على مود الاطفال بصراحه جاي هنا بعد توسل لو انت قلت لهم يلا مش خلنا وديكم للعب لا والله انا قلت لهم لان باوعت عليهم يعني هاي الفتره كليتهم مسجونين صح اي فتره مدارس بالضبط فتره مدارس والوضع مثل ما يقول شوي هسه ذيك الفتره تراب الجو وانخنقوا بالبيت مثل ما يقول أي. قبل ما اختم ويا جنابك قدامك دقيقه المن تهني بها من احبابك من خلال سومريا والله بدون تعيين بشخص أهني والدي أول شيء هو عزيز قلبي مثل ما يقول الله يحفظك ويسلمك وهني الشعب العراقي أجمعين وأسأل الله الأمن والأمان لهذا البلد اللي عانى ما عانى بس الله يدري يعطيك الصحة والعافية يحفظك ويسلمك يحفظك. أشكرك. حلقتنا اليوم مستمرة ضمن ناس وناس ضمن حلقة مجموعة حلقات عيد الأضحى المبارك واللي دائما نقضيها بين أهلنا وناسنا بين العوائل العراقية اللي متواجدة هنا وراح نشوف شنو المود اللي عندهم شو ممكن أنه نقدر نساعدهم ونشاركهم فرحة العيد عيد الأضحى المبارك اللي عيد لأربعة أيام شوية أطول من عطلة عيد الفطر المبارك وبالتالي تكون إلى نكهة خاصة عندهم عند أغلب العوائل العراقية وأغلب الناس هي عندها عطلة عيد الأضحى فرصة ومتنزه لعوائلهم وأيضا لأطفالهم ضمن أيام عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم. سلام. شلون الصحة؟ الله يسلمك. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. صحة وعافية. الله يعافيك عيني رحم الله. من خلال السومرية لما تحب توجه تهانيك في مناسبة عيد الأضحى المبارك. والله نوجه تهانينا للشعب العراقي كاملة إن شاء الله وكل عام هم بألف خير. وندعو من الله ان شاء الله ان يفرجها عن هالعراق ويرجع لنا اياه سالم غانم باذن محمد باذن الله يا رب ان شاء الله حبيبي. اريد اسالك من عادات وتقاليد العراقيين هي تبادل الزيارات المن زرت اول يوم؟ والله يعني ما زرت بعد احد حاليا صراحه طلعت جبت الجهال هنا واني مو يعني احب الطلعه هوايه فان شاء الله على الايام الجايه نطلع نزور قسمين ايام العيد الطلعه ان شاء الله باذن من الله ان شاء الله. سولف لي الكليتشه سويتوا كليتشه لو بعد؟ والله سوينا كليتش ان شاء الله باذن من الله سويناها ان شاء الله. شلون صارت السنه طيبه؟ والله طيبه الحمد لله شكرا الحمد لله الله يعافيك. شو تحب من الكليتش يا نوع من عندك؟ والله ام التمر ام السمسم كلها طيبه انت اربع العراقيين ام التمر ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك الله يسلمك تعال امي تعال شنو اسمك؟ حسين. حسين كل عام انت بخير حسوني كل عام انت بخير
كل عام وانت بخير عزيز. صحة وعافية. زين الحمد لله. عيدت ماما وبابا الصبح ولا لا؟ نعم. سالف لي منو طاك عيدية؟ أبوي وأمي. إيه وبعد؟ وخوالي. أبويا قاط العائلة كلها تمفتر عليهم. إيش قد نطت؟ ها؟ إيش قد نطتك ماما وبابا؟ أبوي طان 15 ومطتنا 20. حلو؟ زين والخوال؟ خوال فقور كل واحد ألف. كل واحد ألف. أبويا الخوال ده سمعونه لا تباخذونه يا أبي. السلام عليكم. كل عام وأنت بخير. صحة الله أيامك. من خلال السومرية لمن تحب تقدم تهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ والله قدم تهاني لكل الشعب العراقي وخصوصا أصدقائي وأقاربي. أصدقاء والأقارب. زرتهم بالعيد لو بعدك؟ والله بعدني. لأن الجو ما كان يساعد. صح. أول يوم العيد وين رحت؟ ما طلعت بصراحة. أي اليوم أول يوم أطلع. أول يوم. هي. طيب من عادات وتقاليد العراقيين وجبة الكليش تكون حاضرة. صح بكل طبعاً. بيت. موجودة بيتكم لو لا؟ موجودة. من سوالكم يا حسن؟ والله زوجتي. زوجتك. يحفظها. وياها أمي. وياها أمي. هيك. لازم أضيف اللمسات. كبيرة ما تقدر. لازم أضيف اللمسات الحج. طبعاً. طبعاً. المواصفات وهذه. هي. طلعت قوية ولا خفيفة؟ لا طيبة هالشيء. شو تحبون من الكليش؟ يا نوع من عندك؟ أنا أحب أم التمر بس أولادي يحبون الحلقوم. أم الحلقوم؟ طبعاً أغلب العراقيين حلقوم وتمر. صار أكثر من عائلة نلتقي بها وبالتالي يمكن ما راح ألقى تمر بعد بالسوق. لا موجود الحمد لله وشكر على للتمر. الله يحفظك. من يوم من الحرية. من الحرية. شلون الحرية بالعيد؟ طبيعتها من عادات الأجواء هدوء الحمد لله والشكر والأوضاع كل زينة. مستتبة الأمور الحمد لله والشكر. متعودة كل عيد تطلعهم مدينة العراق؟ تمام أكيد. بقية أيام السنة؟ بقية أيام السنة أنا معلم يعني منصير عندنا عطل أو مناسبة. وبيبي كذا ذولا يعني كلهم. اشتريت عليهم كلياتهم. إي. سؤالف لي من طاق عيدية من عندهم؟ كلهم يعني خوالي وهاي. كلهم من طاق عيدية؟ إي. منو أغلى عيدية نطاك أكثر عيدية؟ أكثر عيدية طانياها بيبيتي الثاني. بيبيتك. إيش قد نطاتك عيدية؟ 10. وبابا إيش قد نطاك؟ 502 أنا علّوا بيها أخوي. ايه وهاي هي وين صرفتها؟ يعني جمع بيها. راح تجمعها؟ ايه عافية بالشاطر. شو راح تشتري لما نجمع؟ اشتري بلاي فور. هاي بلاي فور؟ والله عمي تفتهم معدل راح يجمع يشتري بلاي فور. بالتالي احلى شيء مالها احلى شيء بالعوائل البغدادية اللي موجودة هنا وخصوص بعامة عراقنا العزيز انه الاطفال متعودين الشيء اللي يجمع الشيء اللي ناوي انه عنده بد مشروع بلاي ستيشن او حاسبة او كمبيوتر يقدر يشتريه وبالتالي العيد هو راح يكون الحظ والشانس لهم. السلام عليكم. الله يسلمك. انت بخير؟ عايدين صحة وعافية. الله يسلمك. الله يخليك. سلام تلهل. الله يسلمك رحم الله. يا منطقة جنابك؟ من مدينة الصدر. من مدينة الصدر. حياتنا لاهالي مدينة الصدر. اهلا وسهلا الله يخليك. سولف لي شلون اجواء العيد هنا؟ حلوة وجميلة كل زين. أجواء حلوة لطيفة ها؟ حتى الجو منعش. جو هذا منعش والعوائل هناك لازم تنفس. عادات وتقاليد مدينة الصدر شلونها خلال أيام العيد؟ لا زينة وكل زين. كل زينة. تتبادلون بيناتكم الأطباق خلال العيد؟ إن شاء الله. الأكل والطعام. الأكل والطعام أكو من العوائل يجيبوا وياك وناتاك موش. تمام. موضوع الكليتشة شلونها وياكم؟ لا كل زين. زينة. زينة. من سوى لكم كليتشة السنة؟ بالبيت سوون. منو؟ بالبيت سوون. الحجية شنو كل البركة عدنا به. الله يحفظها يديمها خير ما لكم. سؤالف لي شلونك ليش الحجية طيبة؟ شلون مو طيبة؟ بعد هي منيتها. هي ما موجودة عمي. ما موجودة بس هي الخير والبركة. طيبة الله. تمام شنو أكثر نوع تحبه بالكليتشة؟ أم التمر. أم التمر. إي. قافل على أم التمر. كلش. الله يحفظك بالعافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. صحة وعافية. الله يسلمك. شنو اسمك؟ محمد. محمد. أبو جاسم. المن عايدت أول الناس بالعيد؟ والله أهلي. أهلي. أمي وأبوي. وبعد؟ والله أمي وأبوي وخواتي وأهلي. زين ما دام مفتر على العائلة من النطاق عيدية؟ أمي وأبوي وأخوتي. وأخوتك هم نطاق عيدية؟ طبعاً. على إيش قد نطاق عيدية؟ يعني على 25 على 5 على 10 ودرهم. من أكثر واحد نطاق عيدية؟ أبوي. أبو. نعم. كانت حصة الأسد من عنده؟ لازم بوسته هواي. طبعاً. سالفة إيش تشتري بها العيدية؟ والله أنا نفطر وبالملايب وبعد شوف ايش قد ما يبقى نرجع البيت نشتري بيه نشتري بالباقي ان شاء الله. سالف لي منو سوى لكم كليتشه هالسنه؟ الحجيه. الحجيه. نعم. طيبه كليتشه هلا ولا انها واقفه؟ لا والله طيبه وماكو مثلها. انا اعطيتك عيديه هي 10.
روح اخذ 10 لك بعد من عاد. حبيبي انا اشكرك. السلام عليكم، شلون صحتكم؟ السلام عليكم، شلونكم؟ الله يحفظك، كل عام وانتم وانت بخير، صحه وسلامه وينعاد وعافيتكم ان شاء الله. الله يقل قلبه، الله يحفظك. من يا منطقه جنابك؟ انا من حي الجهاد بغداد. شلون هالاجواء العيد بالمناطق الشعبيه، لا سيما حي الجهاد واحده من هاي المناطق، شلون هالاجواء تكون؟ هي اجواء يعني تعرف كل عيد وتقاليد، ناس تطب على ناس وناس تعايد ناس، يعني الجيران بس تبادلون الزيارات، لو تتبادلون ايضا وجبات الغداء والكليجه المعروف عليها نتبادلها. زين، انا بدي اسال هنا سؤال حبيب قلبي، الكليجه مال اهلك اللي سواها طيبه لو مال وحده من الجوارين؟ لا والله مال وحده من الجوارين، صير طعمها يختلف. ايش معنى؟ مو هاي لين انت مشبع بيها وشفتهم شلون يشتغلون؟ ما طيبه. الصراحه لا صراحه انا كنت صريح وياك، فدائما تجيك يعني من الجيران تصير اطيب. اي ما عرضين قليله ما عرض. حدد اكو وحده ام فلانة اللي تسوي والله ما محدد. الله شاهد اي تجينا مختلفة. اي تجي وبعد والله كريم. شو تحب الكليتش يا نوع؟ والله هي كل شيء، احنا معروف علينا بالتمر، حلقوم، اللبجوز، هذا اكثر شيء هن هذا المعروف عليه. زين شلون تقدر تميز ام اللبجوز عن ام السمسم عن ام الشكر؟ شلون تقدر تميز؟ نفتحها ونشوفها. كم واحده راح تحرم حتى؟ خربت قم فتحاتي هواي. هسه عرفت من اللي دي يفتح لك ليكه؟ انعرفنا. اي سولف لي العيديات شلونك وياهم؟ والله هاي احنا تعرف احنا كل عيد لازم نطلع الجهال ونونس مو هاي، فتجي العيديات هم قلهم مش حصلتوا عيديات هم يحب. حصلتوا عيديات؟ ها؟ من نطاكم عيديات؟ جد أبي بيتي وأبويا وعمي. منو أكثر واحد نطاكم عيديات؟ أبويا. أبوك قد نطاكم؟ 10. حضر روحك على 10 ثانية. أتمنى لكم حياة طيبة وكل عام وانتم بألف خير. الله يسلمكم. لأجواء العيد يعني حقيقة اختلافات كثيرة ما بين منطقة وأخرى، ما بين مدينة وأخرى. في صلاح الدين قد الأجواء لا تختلف كثيرا عن مدينة الصدر، وهو كذلك الحال في الحرية وبقية مناطق العاصمة وأطراف العاصمة اللي دائما توجه لها ودائما التقي أهلها وناسها واللي نشرب بهم اليوم هنا. السلام عليكم، شلون الصحة؟ كل عام طيب خير. كل عام طيب خير. هاي البنوتة الحلوة شو اسمها؟ أيوتة. شلون أيوتة؟ ما تحكي أيوتة. أرد أسألك، من يا منطقة؟ أنا من المدينة. والله والنعم من أهل المدينة. شلون هالمدينة؟ نعمة خير حلوة شي عاد. أرد أسألك شلون العادات والتقاليد اللي موجودة؟ أنا من المدينة. يلا تعال. والله ذلني. شلون هالعادات والتقاليد؟ عادات وتقاليدنا احنا العشائر معروفة، يعني احنا مجتمع عشائري. مجتمع عشائري ومتحفظين أكثر، يعني مو منفتحين. صح. الكليتشه هم موجوده عندكم بين عوائل؟ شيء عادي، لازم خطار، لازم اي لازم. البيت اللي ما تفوت تفوت لو تلقى ما بيه كليتشه هم تحس براحه. تستغرب تستغرب تستغرب. اي اكثر نوع تحبه بالكليتشه يا هنا؟ التمر. التمر اي فش عندنا ثابت هذا. انا ثابت. انا اشكرك. يلا تعال يمي، شلونك حمو؟ تين زين. لو تين؟ لا تين تين. اي شو اسمك انت؟ موته. تعال يمي تعال يمي. موته. موسى؟ ايه موسى. موسى يا صبته؟ ايه ثالث. ثالث؟ ايه. نجحت للثالث ولا الرابع؟ لا نجحت. نجحت؟ ايه رأت. زين وين بيتكم؟ بين بالمدينة مطعم ليمونة بالجاحة. لك فديتك فديت مطعم ليمونة. زين سولف لي، منو جاي وياك هنا؟ اديت بيبيتي ام ابوي. بيبيتك ام ايه. ابوي؟ ايه. منو اعطاكم عيديات؟ عيديات بيبيتي ام ابوي وجرايبي وامه وابوي، بس اجول عائلتي يعني ما عاد اعطاني ما عاد اعطاني. اكثر واحد نطاك عيديه منه؟ اكثر واحد بيبيتي ام ابوي. ايش قد نطتك هاي بيبيتي؟ عنده 10. 25؟ اي خير من الله. ماما هاي عيديتك؟ 6000 وربع. 6000 وربع؟ اي. من نطاك اياه؟ عيال طنان عمتي ابوي طنان 3000 وما تعطيني الربع. لك عيني فدوه. سولف لي، لعبت في الالعاب لو بعدك؟ ايه لعبت بالقطار السريع. بس القطار السريع؟ ايه بعدنا جاي ندور. جاي تدور؟ ايه. شنو اكثر لعبه عجبتك؟ اعلى لعبه اجتني القطار السريع ما ضعتي. اي اول مره. اي اول مره؟ ايه. حلو مو بالله؟ كلت كليتش لو بعد؟ ايه امي جوت. امك سوت؟ ايه. سوت يا نوع من الكليتش؟ ام التمر انا ابه. ام التمر؟ ايه. طيب اسويها مره؟ ايه موت. ايه موت؟ ايه لك يوم ما فدوه. علي ادوي لدواته. شنو؟ التلات ومتمر. جاي ابويا؟
لا مو جايب، بعد من اجي علي امه جويله تجيب لك. لك فدوه لقلبك، فديت الكرم، انا اشكرك. بيبيتنا ممكن لحظه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك بيبي؟ الحمد لله. وانا صحة. عيدك مبارك يا مكسر. كل عام وانت بخير، صحة وعافية. الله يسلمك. بيبي شنو هالحب اللي يحبوك يا الاحفاد؟ اي والله يحبوني وانا حزينه يعني، وطلعت اليوم جبتهم. كلهم حزنك؟ اي والله العظيم. على شنو حزينه؟ والدي توفى والله. اي والله الله يرحمه يعطيك العافيه. صحه والعافيه. الله يسلمك. حجيتنا سولفي لي، الاطفال ما شاء الله سبقوك بالحديث، قالوا سوينا كليتشه طيبه. اي والله سوينا كليتشه ووزعنا ثواب. اي الموت انا مشكور. شنو اكثر نوع سووا بالبيت كليتشه؟ هو الكليتشه التمر والحلقوم. تمر وحلقوم. ايوه تمام. أي. انت اكثر واحد نعطيته عيديه من هو؟ هذا الولد. يقول نطتني 25. اي 25 صحيح. وعزمنا على الكليتشه. اي واخذها خلاها بالقاصه وجا وياي اصرف عليها. اي الله يقول لك في حفظك يعطيك طول العمر. يحفظك اياها ان شاء الله. وانت شنو؟ انا برمله. شنو اسمك؟ انا عمي. شنو اسمك؟ مجد. مسلم؟ مجتبى. مجتبى مجتبى مجتبى. سولف لي شو اشتريت بالعيد؟ اشتريت ملابس. اشتريت ملابس. وبعد شو اشتريت؟ نظارات. نظارات بالمال. ولعبت في الالعاب لو بعدك؟ بعدك؟ لا رشاشه وسكين اخذناه. اي والله يروح يعور لنا واحد. زين ممكن انه ما تلعب بالرشاشه ومو سكين؟ العب بيها. لا ليش؟ لا لا تلعب بيها هالمره خاطره. انا بعد ما العب. اوكي نتفق؟ إيه؟ يا اتفقنا بيبي احنا من نلعب بعد. إيه إيه ماشي إيه. نكمل حلقتنا لهذا اليوم، والله يحفظ اليوم الاطفال. ها حبيبي سومرية. اي الله يحفظ عوائلنا العراقيه، ولا سيما متبا وموته مثل ما هم يقولوها بلهجتهم. ها حبيبي ان شاء الله هاي العقبه لها العين. الله يحفظ جميع اطفالنا خصوصا اللي موجودين هنا، لا سيما انه ايام العيد ولفرحه العيد طعم ثاني عندهم، واغلب الناس اللي متواجدين هنا هم من كافه المحافظات قادمين الى العاصمه الحبيبه بغداد، وايضا من بقيه مناطق عراقنا العزيز اللي اليوم نشوفهم دائما متواجدين يقضون اجازه عيد الاضحى المبارك، وايضا بقيه الايام والسهرات اللي ممتعه ضمن أجواء مدن الألعاب أو المتنزهات اللي موجودة هنا، وأيضا الأطفال اللي دائما نشوفهم يتونسون مع أهلهم، بالإضافة إلى العيديات اللي يستلموها هم أيضا يلعبون هنا بالألعاب على نفقة الأهل بعيدا عن العيديات. ندعو من جميع العوائل أنه يبتعدون عن شراء أسلحة المؤذية أو الألعاب الأطفال المؤذية مثل مسدسات ورشاشات ومصوتشم، اللي دعت إلى وزارة الداخلية وبقية قواتنا الأمنية إلى ضرورة تجنبها خصوصا بهذه الفترة اللي احنا نعيش بيها، واللي دائما نوصي عوائلنا أنه تكون لهم حافز أنه يبتعدون عن الأمور العنف، وبالتالي ممكن تسبب مضرة إلى الأطفال أو كبار السن أو حتى بالنسبة لبقية أبناء الجيل اللي يعيشون ضمن طبقات هذا المجتمع واللي نشوفهم دائما وأبدا. نلتقي مع أحد العوائل. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف صحة وعافية. صحة وعافية للجميع إن شاء الله. شلون صحتكم؟ الله يخليك ويبارك فيك ورحمة الله. شلون هي يوم العيد الأضحى هالسنة؟ خير بخير إن شاء الله. خير وبركة. آمن كل سنة. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. تحسون بوجود الأمن؟ الحمد لله الحمد لله. أرد أسأل جنابك، عاداتنا وتقاليدنا اختلفت عن الأعياد السابقة؟ يعني تبادل الزيارات وجبات الطعام. اختلفت شلون اختلفت؟ اختلفت هواي، مو ذيك القديمه. من وراء الواتساب هواي. هواي امور هواي استعاضيت بالانترنت حتى تعايد وتتبادل التهاني. بالضبط بالضبط كان فرق. انا راح اعطيك اليوم دقيقه تهني اللي تحبهم من خلال السوماريه. الله يبارك بيك. اهنئ اهلي وناسي وامي وابوي. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يبارك بيك ويطول بعمرهم ان شاء الله. اريدك تحكي لي الحجيتنا سوت لك كليتشه لو بعد. اوه ما تنام الليل اذا ما سوي كليتشه الصبح. اهم شيء كليتشه. مليون عافيه. مليون عافيه لكم. الله يسلمكم. السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شلون الصحه؟ كل عام بخير. كل عام وانت بخير. صحه وعافيه. صحه وعافيه. من يا منطقه؟ من بغداد. من بغداد. من يا منطقه بغداد؟ الشماعيه. الشماعيه. والله والنعم. شلون مناطقكم؟ حلوه؟ حلوه حلوه بالعيد. حلوه بالعيد. اي سولف لي من عندكم
يجيد عمل الكليتشة؟ أمي. أمك؟ أمي. أنت أخوان صح؟ لا لا ولد خالة. ولد خالة. إي. أمك أطيب تسوي كليتشة لو أمه؟ لا أمه. أمي. أمه تجي لأمي على مود يسوون كليتشة. آه حلو. تسووها بيوم عرفات لو قبل بيوم؟ قبلها بيوم. قبلها بيوم. إي. زين يا نوع من الكليتشة تحبون؟ أم التمر. أم التمر. إي. قافلين على أم التمر. قافلين. زين سؤال في لي منو اعطاكم عيدية؟ والله ما حد اعطانا انا. وانت؟ ما حد ما اعطاكم عيدية؟ اي والله ما حد يعطي عيدية. زين ايش عجب ليش ماكو عيدية؟ ما ادري غير الشاب يعتمد على نفسه. اوكي متفقين على هذا الموضوع، بس للعيد له خصوصية بالعيدية، انا اذا ما يعطوني عيدية ما اعتبر عيد. انا ابوي يقول لي انت كبرت ما لك عيدية. زين من خلال السومري وجه لك كلمة لابوك اللي ما نطاك عيدية. شو اقول له مثلا؟ قل له بابا ليش ما تعطيني عيدية؟ طيب لما تحبون تعايدون من خلال السومريه بمناسبه عيد الاضحى؟ انا عايد اختي اختصار لهواي ما شايفه. كل عام وانت بخير زهراء. الله يحفظها ان شاء الله لك ويحفظكم ان شاء الله. تشرفنا معرفتكم. من الجيد انه تكون للسومريه ولبرنامج ناس وناس الفسحه للمواطنين حتى يبدون عن ارائهم، وايضا انه يهنئون اهلهم وناسهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك، لا سيما انه هذا العيد حقيقة مختلفة أجواء عن بقية الأعياد اللي مرت بالسنوات السابقة. الأمن والأمان موجود ولله الحمد، اللهم لا حسد، يعطي العراقيين أمن وأمان بقد ما يحبون بلدهم وبقد ما الناس اليوم عايشة وتحب تعيش بلدها. لك عين الروح الرياضية. السلام عليكم. قلبي عليكم السلام. شلون الصحة؟ كل الهلا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله يعود علينا وعلى العراقيين كلهم بخير وبركة. جاي تتونس لو تونس الجهال؟ والله لا والله جاي تونس الجهال. اي والله. على ودك سالف لي وين رحت اول يوم العيد؟ والله اول يوم بالعيد بالبيت وقرايبنا واخواننا واصدقائنا. بيت الجد مو الاولوية بالعيد دائما؟ اكيد 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 اكيد. سالف لي موضوع الكليتش كانت حاضرة عندكم؟ والله بصراحة هذا ما سوينا هذا الشيء. من نحمل مسؤولية عدم عمل الكليتشة؟ أم البيت. المواد جاهزة بس هي ما سوت. أي وفلوس موجودة بس ما اشتغلت. قالت تعبانة. الله يعطيها الصحة والعافية. سالف لي مفتقد الكليتشة هالسنة؟ أكيد هي تراث عراقي قديم وشيء يعني متوارث من أبو جد. متوارث. أي نعم. سالف لي بمناسبة العيد، العيديات تكون حاضرة للأطفال، لمن نطيت عيديات؟ والله هي لأطفالنا لأقاربنا يعني اللي جينا خطار، بس هي بدأت العيدية يعني شوي شوي تقل هذا التراث. تقل؟ اي حسب امكانيات العائله الموجوده. اي كل عائله ولها ظروفها. احنا ما نقيس على مقياس واحد. اكيد نعم اكيد اكيد. سولف لي عاداتكم وتقاليدكم بالعيد شلون كانت؟ والله عاداتنا الحمد لله والشكر باقيه ثابته ومجتمعاتنا متراصه الحمد لله والشكر. بس الظرف له تاثير على الوضع يعني، الظرف المادي المعنوي، البيئه هم تغيرت، الجو حار، كهرباء، كلها تاثر على عاداتنا. اكيد أي. طبعا هذا الشيء. اشتريتوا كاهو جيمر هالعيد ولا لا؟ اي نعم. ايش اشتريتهم؟ جبت لهم كاهو جيمر ومعلاق. ومعلاق؟ ومعلاق. ركز لي على الجيمر، بايش كيلو الجيمر؟ والله غالي الجيمر، يعني من 15 كيلو ل 15000 الكيلو. 15000. قول الحمد لله وشكرا. بعض المناطق لقيناها ب 40. اكيد. صلاح الدين اليوم يسولفوا لي ب 40. نعم نعم. فرصة الجيمر صعبة. بالنسبة لنا محافظة واسط، احنا في محافظة واسط. اي. انتوا اهل الجيمر. اي اهل الجيمر شوي سعر انسب عندنا. حياتنا لاهالي واسط. ارد اسالك شلون العيد هناك بواسط؟ والله زين الحمد لله نعمة، امان، اهم شيء الامان هو يعني. عندكم متنزهات وتروحوا لها العوائل؟ موجودة موجودة الحمد لله والشكر، عندنا مدينة الافراح بواسط بالكوت. متنزهات بسيطة بالاقضية والنواحي. قبل ما اختم ويا جنابك، لمن تحب تهنئ من خلال السومرية؟ والله اهنئ كل العراقيين. كل العراقيين. كل العراقيين بصراحة. والله الامن والامان. والاستقرار. ربي الله يحفظك ويحفظ حياتنا لكل عائله. حياتنا لاهالي واسط. تحيه حب من بغداد الجميله، من قلب مدينه السندباد، من وسط العوائل البغداديه الاصيله، من وسط عوائل العراقيه بصوره العامه اللي قادمه من كافه محافظات عراقنا العزيز الى جمهور السومريه وقناه السومريه. كل عام وانتم بالف خير، كل عيد اضحى وأنتم من عوادة، وإن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة من خلال برنامج ناس وناس اللي أخذ على عاتقه أنه يلتقي ويا المواطنين بشكل يومي من الأحد إلى الخميس الساعة 11. إحنا موجودين وياكم، نجول بشوارعكم، نجول بمدنكم، ندخل حتى إلى أزقتكم الضيقة وحتى مدن الألعاب والمتنزهات. ختاما تقبلوا تحياتي أنا أمير خفاجي، تحيات فريق العمل، حتى نلتقيكم في حلقات أخرى على الخير. نستودعكم الله.